السلام عليكم اختطف الحوثيون آلاف اليمنيين من كل مكان سيطروا عليه أكثر من 150 خرجوا جثامين هامدة بينما بقي آلاف لا يخرج أغلبهم إلا مرضا يعانون آثار التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها في سجون ميليشيا الحوثي المختطف السابق المعلم محمد الحسني تعرض للاختطاف والتعذيب وحكى لنا الكثير من المعاناة والشهادات المؤلمة والخطيرة والتي لن نعرض سوى جزء منها في الفيلم التالي نتابع ثم نعود اسمي محمد علي محمد الحسني من أبناء ريمة أعيش في محافظة الحديدة وفي مديرية باجل آه تم إلقاء القبض علي في اثنين أربعة آه 2016 خطفت من قبل الحوثيين وانا في المسجد تم تعصيب عيني رافق هذا العصب للعين ضرب وبقص اخذت من المسجد الى مبنى الامن في مديريه باجل ومن ثم الى البحث الجنائي وهناك جاءت سيارات الامن السياسي حق باجل وسياره اخرى ومسلحين يعني رافق الاختطاف يعني لو كان لو كان دعوني لو كان استدعوني لو كان اتصلوا بي حتى انا كنت في حيره من امري لماذا هذا الهيلمان كله؟ لماذا هؤلاء الناس؟ لماذا هؤلاء الطقوم الذين جاءت وعليها ناس مدججه بالاسلحه؟ من انا عسى حتى اكون هكذا؟ ففعلا رافق هذا ضرب في عندما أخذ وبقص وعصب على الأعين وكلابش للأيدي ولم أعرف ولم أجد نفسي إلا وأنا في الحديدة طبعا ظللت تقريبا ثلاثة أسابيع في الحديدة لا أعلم أيننا ظللت فترة لا أعلم أين أنا إلا من خلال المساجين أنهم قالوا لي أني في الحديدة التهم التي وجهت لي كما وجهت للآخرين في السجون وربما أنا عملت أشبه باستطلاع في السجون, في السجون التي تنقلت فيها أو التي وضعوني فيها 80% من هذه, من هذه التهم كلها وجهت للموجودين في السجون بنفس هذه التهمة داعشي إصلاحي لك تواصل بالتحالف ناشط حقوقي هكذا ما حدث لي حينما كنت مختفي قسريا امر فظيع جدا حين اخفيت قسريا في هذه السجون اخص بذلك السجن الامن السياسي زنازين الامن السياسي وهي تحت الارض وكذلك هناك ثلاثه سجون سريه على مقربه وليست ببعيد عن الامن السياسي هي عباره عن بيوت هجرها او تركها اهلها اضافه الى الى السجون السريه موجوده في راس عيسى وهي عباره عن صهاريج طبعا وايضا و... كذلك في خط الصليف عند الكهرباء هناك سجون سريه طبعا مورست في هذه السجون اقصى وابشع انواع التعذيب ان الذي في سجون الحوثيين انا اعتقد جازما وصادقا فيما اقول انه ليس ليس عايش في الدنيا انما عايش في جحيم سجون الامن السياسي اشبه بان تكون جحيم جهنم بانها جهنم اما نوعيه التعذيب وكيفيه التعذيب اقول لك شيء نوعيه من نوعيات التعذيب وهذا كان احد اللبنانيين الذي يعذبنا كان يربط يعني يكلبش أيدينا إلى الخلف هذا حصل لي وحصل لي غيري طبعا يكلبش أيدينا إلى الخلف تمام ومن ثم يكلبش أقدامك أيضا ويرف ويشدك بحبل من الخلف يشدك بحبل من الخلف وحبل من الأمام بحيث أنك لن تفي الأرض ولن تمرتفع كثير ثم يرخي الحبل الذي شدك به من الخلف والحبل الذي من أمامك ويأتي أحدهم يضع لك علبتان فول تحت أقدامك وتنزل هذه ال كتله الجسمانيه جسمك الكامل على هذه العلبه الفول العلبة الفول التي تحت اقدامك قد تستمر يوم قد تستمر ساعه ساعات حتى يتورم وما زالت واضحه اثار التعذيب هنا في اصابعي هذه وهذه هنا يعني ال لما تنزل طبعا يحتبس على العلبتين الفول هذه يحتبس الدم بالتاكيد عندما يحتبس الدم يبدا التورم في اقدامك ثم يسري ثم يسري حتى يصل إلى ركبتك وما فوق وهنا تكون أنت تشعر تشعر في هذه اللحظات يعني عندما ترى طبعا جسمك يكون قد أشبه بأن إنسان كأنه يقطع فيه أو وخص بالإبر فيه وهكذا هذا نموذج من التعذيب النموذج أيضا الأسوأ والأكثر فضاعة وجرم أنه يضعك في صندوق أشبه يعني ساعة الكفن ثم هذا الصندوق يفتح لك فتحة على انفك وعينك على انفك وعيونك تمام عندما 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 طبعا تجلس في هذا هو عبارة عن 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 قبر ليس اكثر يعني هو عبارة عن قبر لم طبعا قد تجلس يوم يومين في هذا في هذا في هذا الصندوق كيف يتم عملية الشرب والاكل هذا؟ يدي لك انبوب انبوب يعني دب مي مالح يضعها في يده الذي يعطيك احد المستلمين وانت معه ويضع هذه هذا يدخلها من الفتحه هذه وعليك ان تشهى ان تستمر بالشفط حتى وهكذا هذه ايضا تعذيب قاسي جدا ايضا ماساه من ماسي التعذيب من ماسي التعذيب ان يربط على ذكرك ثم يجبرك على اكل الحبحب بكميات كبيره وشرب الماء المالح وهكذا حدث لنا أنا لا نعاني من البروستات عندي انفجار في البروستات وغيري مثلي وأنا محظوظ يعني غيري مات تحت التعذيب ما وجدته انا في السجون وجدت جميع شرائح المجتمع وجدت الدكتور وجدت المهندس وجدت العالم الفقيه المفسر للقرآن وجدت الخطيب وجدت أيضا الصيدلي وجدت عامل البناء وجدت أيضا حتى رعاة الغنم يعني هم حقيقة الحوثيين يعني استبدوا بالمجتمع ككل بالمجتمع ككل لكن كان التركيز الأكثر هو على النخبة المثقفة نخبة الفكر الدكاترة أساتذة أساتذة الجامعات المدرسون أيضا يعني ركزوا على هذا الجانب, الجانب 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 أصحاب الرأي وأصحاب الفكر ركزوا عليهم ولذا معظم معظم يعني الذين رأيتهم وعايشتهم في السجون معظمهم دكاترة أطباء أساتذة في الجامعات أه يعني صيدليين أساتذة مدرسين وهكذا وهل مجر لدي أسماء خمسة عشر شخص ماتوا تحت التعذيب وهذا الكم طبعا الذي شاهدته في سجنين في سجنين فقط في سجون اخرى في راس عيسى ايضا حدث ذلك في سجن القلعه معروف القلعه في الحديده هذا عباره شوف عباره عن غرف ثلاث اربع غرف فيها غرف تفتيش تنزل انت في هذه ينزل الانسان في غرفه التفتيش وقد تنسد هذه غرفه التفتيش لانهم قد غيروا مجرى الصرف الصحي عبر هذه الغرف فكانت الفضلات والخرى والبول يصل لنا الى بطوننا الى ركبنا الى هنا والله بهذا الحال طبعا كنا الحمامات ما فيش طبعا يعطيك علبه ويقول لك هذا تقضي حاجتك فيها وتخيل عشرات المساجين بهكذا شكل جرم 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 يعني جرم لم لم تمارس والله الحيوانات والله الوحوش المفترسه لم تمارس ببني جلدتها كما عمل بنا هؤلاء المجرمون احداث جسام يعني حقيقه اقول خرجت واسرتي طبعا مدمر مدمر النفس معنوياتها مدمره وهم في الحقيقه الاسره والاصدقاء والاصحاب والزملاء يعني خلاص يأسوا يئسوا حقيقة يأسوا مني أنا كذلك كنت يائس إني أخرج حقيقة كنت قد وصل باليأس مبلغه إلى أني أخرج من هذه المعتقلات من هذه السجون من هذه الزنازين من هذا التعذيب من هذا الجحيم الذي يمارس علينا كان ليل نهار نحرم من الماء نحرم من الـ من الـ من الاكل من الشرب نحرم ايضا كذلك من النوم نحرم من النوم يا سيدي العزيز كان من هو عند الحوثي كانه في جهنم وليس في سجن والله اوجه رساله الى قيادتنا في الشرعية إلى قيادة الشرعية إلى فخامة الأخ عبد رب منصور هادي ورئيس الحكومة والجهات المختصة أن يهتموا بشريحة الذين بالشريحة الذين أخرجوا من السجون حيث أنهم خرجوا مكسور الجناح مهيض الجناح مكسورين الخاطر بعد أهوال ومصاعب عاشوها وعانوها معاناة في السجون ضرب وتعليق واغتصاب وما الى ذلك حيث ان من خرج يخرج طبعا لا يجد المأوى هنا في مأرب لا يجد المأوى حقيقه والإيجارات كما تعلموا هنا الإيجارات مرتفعه جدا يعني عيشة عيشة ليست والله ليست الا نكد عيشة ليست الا 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 ماساه اوجه الرساله الاخرى ايضا الى الاخ الشيخ سلطان العراده حفظه الله ان يحدد لي موعد للقاء به لاضعه حقيقه في حقيقه ما يحدث في السجون السريه. نرجو ان تصل رسالتك هذه او رسائلك وان تجد انت وامثالك من السجناء المفرج عنهم فرصه للعلاج والحياه الكريمه. بعد المعاناة المريرة والرهيبة التي عشتموها في سجون ميليشيا الحوثيين، ونعتذر عن عرض كل شهادتك بل نتركها للجان التحقيق القضائية المتخصصة حفاظاً على خصوصية الضحايا وحساسية الجرائم المذكورة، خاصة ونحن نعيش الأيام التي كان من المفترض أن تنفذ فيها تفاهمات السويد بشأن الإفراج عن جميع السجناء من مختطفين وأسرى في كل سجون الأطراف إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن مشاهدين الكرام للحديث عن قضية الأسرة والمختطفين ينضم إلينا من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات مرحبا بك سيد توفيق مرحبا بك بجميع مشاهدي قناتكم الكريمة لا تزال الشهادات الصادمه عن الممارسات فائقه الوحشيه التي تمارسها الميليشيا الحوثيه في سجونها ضد المختطفين والمخفيين قسريين فيها تتوالى وتخرج للعلن مع كل مختطف يمني يتمكن من الخروج من هذه المعتقلات، برايك كحقوقي ما الذي يجعل هذا التوحش لدى الحوثيين مستمرا كل هذا الوقت ويتصاعد بهذه الوتيره؟ أنا أعتقد أن موضوع الحقوق أو موضوع المعتقلين تعسفيا والمخفيين قصرا الذي يرافقه غالبا التعذيب والتعذيب حتى الموت هو في حقيقة الأمر نتيجة تعبئة فكرية وإعلامية وسياسية بالدرجة الأولى غالبا لضعاف الوعي او قليلي أو المتطلعين الى ان يجدوا انفسهم موضع قدم في الحياه الجديده هذه عمليه التوحش الموجوده في سجون جماعه الحوثي هي متعلقه كما يعلم الجميع بجوانب متعلقه بالجانب الديني والجانب السياسي والجانب حتى الجانب التاريخي اليوم ما يحدث في اليمن هنالك من ينظر لها بانها عمليه انتقام تاريخيه سواء متعلقه بالامام علي ومعاويه او متعلقه بالدوله التاريخيه لجماعه الحوثي والدوله الرسميه والتي انشات في فتره من الزمن وينظرون على ان الجمهوريه في ظل الحكم ما بعد 62 أو 900 والف ازاحهم من المشهد واختطف منهم الحق الالهي وهؤلاء الناس هم جزء ممن شاركوا في هذه العمليه وبالتالي يمارس عليهم هذا الانتقام ولذلك نرى عمليه التوصيف واضحه داخل السجون باسماء المنافقين باسماء الاعداء باسماء الدواعش وهي مصطلحات دينيه لا. تجعل من الاشخاص الذين يمارسون مثل هذه الاساليب يتلذذون بل ويعتبرونها قربى الى الله سبحانه وتعالى ماذا عن استخدام خبراء اجانب كما استمعنا في الشهاده يعني للاخ محمد الحسني انه كان لديهم آه لبنان يقوم بتعذيبهم يعني آه استقدام خبراء اجانب من حزب الله ومن آه ايران للاغراض العسكريه للميليشيا ربما يعني يكون مستوعب اما ان يعني يتم استيراد جلادين للتنكيل باليمنيين وفي مدن يعني مثل الحديده فهذا امر يعني لا ادري كيف تنظرون اليه؟ عملية استقدام الخبراء هي موجودة حتى في السجون التي تتبع جماعة دولة الإمارات العربية المتحدة في الجنوب وأيضا هي كما ذكر المفرج عن محمد الحسني المفرج. نعم موجودة وهذا يعود لعدة لسبب أو لعدة أسباب من ضمن هذه الأسباب أن جماعة الحوثي انتقلت من إطار الجماعة المنفلتة إلى إطار الدولة وبالتالي هي لا تستطيع أن تضع كل بيضها أو جميع ثقتها في من كانوا في أجهزة الأمن السابقين سواء أجهزة الأمن القومي أو جهاز الأمن السياسي لأن يعني هؤلاء بالنهاية كانوا يتبعون نظام علي عبد الله صالح أو نظام سابق وبالتالي لا. هي عملت على استخدام خبراء ليس في مجال التعذيب فقط وإنما في كل مجالات الحياة اليمنية كجزء من الضمان وجزء من التبصير وكجزء من الوصاية الخارجية على اليمن يبصرونهم بالشؤون العسكرية والمالية والإدارية وسمعنا ورصدنا كثير من هؤلاء الخبراء موجودين في كثير من مناحي الحياة اليمنية بحيث يعملون على تنميط حتى الحياة اليمنية بالنمط الجديد الذين يسعون لرسمه وإعادة تشكيله نعم. في اللا في الحياه اليمنيه وهذا امر طبيعي يعني لا غبار يعني امر طبيعي في ظل هذه الحاله ونحن ننظر إليك كجزء يعني من نقل الخبرات اسكات الخصوم كجزء من تبادل الخبرات في عمليه التعذيب نعم. حتى يستطيعون ان يستتب لهم الامر ولذلك هم حتى داخل السجون البعض يعني يقومون بعمليه التدريب عن التعذيب واسكات الخصوم بهؤلاء المدنيين الذين تم اختطافهم من الشوارع والبيوت ومكاتب عملهم. نعم. تصدر تقارير حقوقيه بين فتره واخرى وتتضارب ارقامها بخصوص العدد الاجمالي للمختطفين في سجون ميليشيا الحوثيين، برايك الى ماذا يشير هذا التضارب في الارقام؟ يشير لعدة أشياء الشيء الأول عدم وجود إدارة مركزية لملف الأسرة ونحن أكثر من مرة نادينا بإنشاء أو بتشكيل هيئة متخصصة لشؤون المعتقلين والأسرة خاصة اليوم أنها أصبحت حاجة ملحة وطارئة وإجبارية هذه الهيئة تقوم بعمليه الرصد والتوثيق واستكمال الملفات واستكمال البيانات وتتبع حالاتهم بالاضافه الي متابعه شؤون اسرهم المعيشيه والماديه والاقتصاديه لان هؤلاء بالنهايه خاصه المدنيين اعتقلوا لابعاد سياسيه تتحمل مسؤوليتها القانونية جماعة الحوثي لكن الحكومة اليمنية تحمل مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية إضافة إلى ما ذكره اليوم ضيفك في الفيلم على أن المعتقلين يخرجون بعد السجون في حالة نفسية صعبة لا يستطيعون الاندماج في المجتمع لا يستطيعون توفير فرص العمل وبعضهم فاقد العقل في حالات نفسية سيئة يعني بالضبط وبالتالي تكون هذا الامر، الامر الثاني الى ان ملف المعتقلين استخدم للاستهلاك السياسي والاعلامي، بمعنى انه عمليه الارقام يتم تداولها اعلاميا من اجل ادانه الطرف الاخر او اظهاره بالصوره البشعه دون تدقيق او تمحيص في هذه الاسماء، الامر الثالث انا اعتقد ان الجهات الفاعله ولا على يعني القريبه من هذا الملف استبعدت خلال الفتره الماضيه ونحن راينا في اتفاقيات او في مشاوره ستوكهولم نعم. ان رابطه الامهات على سبيل المثال وهي من يعني تستطيع ان تقول اكثر المجتمعات او المنظمه, المنظمة الوحيده على في الميدان حتى. التي تقوم بدور حقوقي في مناطق سيطره الميليشيا شمالا والاماراتيين جنوبا. هذه استبعدت من اتفاقية ستوكهولم عفوا من مشاورة السود واستبعدت قبل ذلك من جنيف ويحضرون نعم. هذه المحافل لا يمتون إلى صلة للملف الحقوقي بل أنهم يتواصلون مع الداخل لمعرفة الأرقام ومعرفة الحالات بمعنى أنهم يقفزون على هذا الملف قفزا وبالتالي كان طبيعيا أن يحدث هذا الخلل ولذلك رأينا حتى في مشاورة ستوكهولم أن الحكومة الشرعية فتحت روابط على تويتر والفيسبوك للبلاغات عن المختطفين وهي فضيحه في حقيقه الامر فضيحة, فضيحه بكل المقاييس فضيحه نعم. بكل المقاييس لحكومه لديها مزارة حقوق انسان ويفترض ان لديها وزاره داخليه الأمر وان الأمر أن لديها الآن نيابات واجهزه قضائيه هيئة. لابد من هيئه مستقله خاصة بالمعتقلين والمخفيين قسرا هذه اصبحت حاجة ملحة لن تتوقف اليوم نعم. ستستمر حتى بعد اي حل سياسي هنالك اطفال عانوا نفسيا هنالك اسر نعم. ستجد ان هنالك بينها بون اجتماعي ونفسي كبير ستجد مرضى ستجد مرضى. وهذه اليوم نحن لا نتحدث عن عملية احصائية فقط وانما نتحدث عن عملية مستقبلية تتولى هذا الامر تكون بمثابة الكنترول الذي يجمع المعلومات ومحص الملفات وتدقق في البيانات نعم. عندما يكون أي هنالك أي اتفاقية سياسية واضحة تكون جاهزة اليوم على سبيل المثال الحوثيون ينكرون من قائمة الألف بوجود 90% من سوى سوى من, من القائمة أنكروها بمعنى وبالتالي من الذي سيقوم بالرد؟ من الذي سيقوم بتقديم كشوفات الدامغه وادله؟ هي هذه الايه التي تمتلك المعلومات، لكن لا الان نحن لم نرى آه ردود حقيقيه وفاعله سواء على المستوى الاعلامي وعلى المستوى السياسي. نعم آه على ذكر المبعوث الاممي للحديده كما آه يجب ان يسمى آه قبل ايام آه حاولت رابطه امهات المختطفين التواصل به فقال لهن من انتن؟ يعني آه هناك استغراب كبير من هذا الموقف وقد وصل اليه الـ الـ آه يعني التواصل. كيف يمكن ان نفسر هذا الموقف الدولي؟ أخي هنالك إشكالية اليوم الذي يتحدث عن مشاورة ستوكولم نحن ننظر لها كبصيص أمل لكن هي في النهاية متاهة سياسية ربما لن يخرج اليمنيون إلى طريق حقيقي العالم بعد اتفاقية أو بعد مقتل خاشق يرى أنها فرصة مواتية لفرض اي صيغه من صيغ الحل في اليمن، ولذلك يعني. نرى هذه الصيغه اليوم تتبدل وتتحول ما بين الفتره والاخرى، مشكله المبعوث الاممي اليوم انه يعتمد على مستشارين لديهم مواقف سياسيه واضحه سواء كانوا رجال او كانوا نساء. معروف. هؤلاء كان لديهم كتابات اعلاميه، كان لديهم مواقف سياسيه، لديهم رؤى معينه، هذا هذا جعل يعني هنالك تثار كثير من الشكوك، كثير من علامات الاستفهام. حول الاستشارات التي تقدم للمبعوث الاممي بمعنى انه اطراف الثوره واطراف المعتقلين ومنتهك حقوق الانسان ليسوا من الدائره القريبه للمبعوث الاممي وبالتالي الاستشارات اليوم تاتي في اتجاه معين وربما تخدم طرف معين وبالتالي نعم. لا نستغرب ان المبعوث الاممي يقول لرابطه الامهات المعتقلين من انتن بمعنى هذا المفروض ان الرجل الذي يعني نادى اكثر مره اكثر من مره بما سماه الطريقه الثانيه الذي استدعى منظمات المجتمع المدني لصناعة السلام في عمان أو استدعوا إلى كثير من الدول من هو تلك النوعية التي تحدثت يعني حضرتك عنها نوعيات يعني من خط اتجاه خط يعني واتجاه سياسي معين برأيك هل هناك أمل بنجاح ولو جزئي لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين؟ سيكون هنالك نجاح يفرضه الاقوى بمعنى الطرف الاقوى الذي لديه مصلحه هو الذي سيفرض حجم هذا النجاح. اليوم لا توجد اطراف متساويه هنالك طرف واضح قوي لديه دعم من المجتمع الدولي وهنالك طرف تائه للاسف الشديد ليس تائه بكل معنى الكلمه، بمعنى ان اليوم مرتبط ملفنا السياسي بملف المملكه العربيه السعوديه وغيرها من الملفات وهي غير قادره اليوم على المناوره بكثره، وبالتالي انا اعتقد بانه سيكون هنالك نجاحات، لكن هذه النجاحات ستكون نجاحات جزئيه وعلى المدى الطويل، بمعنى هو الذي سيحدد حجم هذا النجاح، مقدار هذا النجاح، نسبه هذا النجاح هو الطرف الموجود اليوم على الارض والذي يتلاعب بالاوراق السياسيه والعسكريه والحقوقيه. استمعت كحقوقي انت لشهادات عدد من الاسرى والمختطفين السابقين واهاليهم، ما اكثر ما شد انتباهك بينما استمعت اليه؟ والله انا اكثر ما شد انتباهي مؤخرا وجود معتقلين من دول كبرى وعظمى ونسمع عنها طويلا بان هذه الدول لا تفرط في رعاياها، ورعاياها اعتقلوا في صنعاء وعذبوا حتى الموت. أنا قبل أسبوع كنت في المجر والتقيت بكيمو أو أبو يحيى كما يسمي نفسه وهو فنان غذائي عفوا غنائي مقري وتحدث عن اعتقاله الذي دام لمدة عام كامل وتحدث أيضا عن حالات التعذيب الذي تعرضوا لها سواء في الأمن القومي أو في الأمن السياسي وتحدث عن معتقلين أمريكيين عذبوا حتى الموت وبالتالي وهنالك معتقلين أيضا كانوا فرنسيين وهنالك معتقلين من عدة دول تحدث عن 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 عمر اجيب يدار داخل هذه الاجهزه والاغرب من ذلك انك تجد هذه الدول صامته اليوم لم نسمع تصريحا او بيان واضح من الولايات المتحده الامريكيه ومن الحكومه الفرنسيه ومن غيرها، الرجل هذا الان بدا ينتج افلام غذائيه غنائيه تدعم القضيه اليمنيه وتكشف ما يحدث للمعتقلين داخل السجون نعم. وهذا امر غريب جدا يعني لأن اليوم نحن اليمنيين ربما نقول الحكومه الشرعيه ومختطفه القناع بمعنى انها ضعيف الحوثيين الاقوى لكن نحن نتحدث عن دول دول عظمى وبالتالي هذا تمالئت وتواطأت مع هذا المشروع يعني لا تجد تفسير واضح وحقيقي وجدي يعني حتى عندما تم الافراج عن تم الافراج عنه وعاد الى البيت حتى حكومه دولته لم تقدم يعني طلب توضيح عما حدث له كيف اعتقل ما الذي جرى يعني بمعنى اليوم هنالك اشياء كثيره غريبه اما في قضيه التعذيب فالامر اكثر ما يشد اي انسان هي هذه البشاعه التي ولدت من اليمنيين ضد اليمنيين لا يمكن لاحد كان يتخيل ان اليمني يمارس القسوه ويمارس البشاعه مع اليمني الى هذه الدرجه يعني عندما تستمع آه الى قضيه الانتهاكات الجنسيه، قضايا الانتهاكات الجنسيه الذي اشار اليها اليوم ضيفك موجوده في الشمال وموجوده في الجنوب. نعم. يعني تحدث عنها هذا الصحفي، تحدث عن انتهاكات جنسيه خطيره تحدث اليمنيين في معتقل الامن السياسي ومعتقل الامن القومي. نعم. وايضا موجود كثير من الانتهاكات الجنسيه تحدث في آه الجنوب. ما الذي اليوم اوصل اليمنيين الى هذه الحاله؟ اليوم النسيج الاجتماعي، النفسيه اليمنيه، العقليه الفكريه، هذه اليوم تحتاج الى ترميم طويل, طويل 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 المدى، اليوم بامكان المباني التي هدمت ان تعود، بامكان الجسور التي قصفت ان يعاد ان يعاد رصها وبناءها من جديد، بامكان الحركه التجاريه ان تنتعش ويعود للريال سعره، لكن ما الذي سيعيد الكرامه اليمنيه بهذه السهوله؟ اليوم ما الذي سيرمم الفجوات التي حدثت داخل العقل والنفسيه اليمنيه؟ والله يا هذا الامر انه احيانا الانسان يصل حد البكاء، لا يستطيع ان يجد لها تفسيرا. كل سيهون لكن ان تداس هذه الكرامه الى هذه الدرجه ان تهان هذه الكرامه والابشع من ذلك ان الذين لا يهانون هم نخب المجتمع بمعنى اكاديميين كانوا دكاتره كانوا طلاب يعني والله كلمات احيانا تخون الانسان يعني ما يعني حقيقه يعني هذه اسئله من الصعب الاجابه عليها ربما العداله سترمم الكثير ان تحققت بشكل يعني كما سبقتنا امم اخرى يعني لكن الى ان نصل الى العداله كيف تقيم اداء اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي توثق هذه الفضاعات التي يعني تحدثت عنها اللجنة تقوم بجهد مشكور، لكن أيضاً دون الجهد المأمول المطلوب منها. اليوم القضية أكبر من اللجنة الوطنية، اللجنة الوطنية بحاجة إلى استقلالية كاملة من الناحية المالية ومن الناحية الإدارية. استقلالية حتى من ناحية القرار لأنه اللجنة للأسف الشديد في قضايا الجنوب بالذات في السجون الإماراتية ظهر دورها مشلول وضعيف وليس في حجم في الحجم المطلوب أيضا عدم قدرتها بالتحرك بأريحية في المناطق التي يسيطر عليها يسيطر عليها جماعات الحوثي يجعل كثير من المنظمات تطعن في هذه التقارير لأسباب متعددة لأنه الأصل التحقيق يجري بشفافية وفي وأول من يطعن هم بعض الوزراء خاصة يعني تلك الوزارة المعنية. بال بالمساله الانسانيه ماذا عن ان تعامل السلطات الشرعيه مع الاسرى والمحررين المختطفين الناجين من معتقلات الميليشيا الحوثيه كيف يعني يمكن النظر لهذا الاهمال خاصه ان العديد من الصفقات تتم بناء على يعني تفاهمات قبليه وعسكريه خارج اطار يعني اي تفاهمات رسميه بين الدوله وبين هذه الميليشيات. طبعا التفاهمات التي تتم بين سواء القبليه او تتم بين المقاومه وجماعه الحوثي وبين الجيش الوطني وجماعه الحوثي هي تاتي كاستحقاق طارئ بعد فشل سواء الحكومه او التحالف في عقد صفقات سياسيه كبيره تفرق عن هؤلاء البعد الانساني في هذه الصفقات هو الاساس الذي يتحكم فيه لكن ما يجب انا اشرت اليه سابقا بان عمليه الاعتقال او عمليه هذه العمليه لا تتم لا تتوقف عند الافراج عن المعتقل ثم اخراجه الى السجن اليوم المعتقل الذي يخرج من السجن هو ليس الإنسان الذي دخل إلى السجن. هذا يجب أن يفهمه الناس جيداً من الناحية النفسية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية حتى العملية لأنه والجسدية هذا الإنسان سنة ونص أنت تتصور سنة ونص ربما لا يتعرض للشمس إلا قليلا سنة ونص وهو يحس بالإهانات سنة ونص وهو يسمع ذلك الكلام الذي لا يحب الإنسان أن يسمعه سنة يعني سنة يعني تصور بهذا يعني أنت تسمع إلى المعتقلين يعني تسمع تحس أنك تعيش في عالم آخر يعني هو أشبه برواية القوقعة لذلك الكاتب صحيح. السوري يعني وإن كان الأمور بصورة متفاوتة ضيفنا اليوم, اليوم يعني يصف الأمر جديد. بالجحيم المطلق يعني البكاء في المختطفات والمعتقلات الحوثية هو بكاء في الجحيم ويعني بعض الزملاء لهم الآن في العام الرابع نحن الآن لدينا تقرير جديد سيصدر قريبا عن المعتقلين في سجون مدينة الصالح أيضا لا تتصور يعني تتصور في أحد السجون هنالك غرفة مظلمة فيها مجموعة من المجانين قد يكونوا أربعة أو خمسة ويأخذوك وترمى في هذه الغرفة المظلمة والمقالين يتغوطون فيها يتبولون فيها مقالين عرايا تطرح يوم أو يومين يقول أحد المعتقلين أنا يعني تجلس في زاوية حتى لا تستطيع أن تتنفس من أجل أن يحسوا به أن تتصور الحالة النفسية ليومين أو لثلاثة أيام بهذه الحالة <applause> وبالتالي أنا أدعو الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية وأدعو رجال الأعمال اليوم هذه من أفضل الأعمال سواء على المستوى الديني الخيري أو على المستوى الإنساني لابد من إنشاء صندوق ولابد من إنشاء هيئة للمعتقلين أيا كان هؤلاء المعتقلين لأنهم في النهاية يمنيين أفضل من, من, من الذهاب في رحلات العمرة التي تتكرر للأسف يعني أخي هنا اليوم حتى شوه مفهوم التدين للاسف الشديد يعني برايك برايك سيد توفيق آه برايك هل سجلت ده. شهادات المختطفين السابقين بطريقه آه يعني قانونيه تحفظ حقوق الضحايا في التعويض آه يعني هل لديك اي ملاحظات على تسجيل هذه الشهادات بحيث تكون احترافيه معتمده دوليا آه كيف تنظر لمساله تسجيل الشهادات؟ أخي هنالك إشكالية اليوم أصبحت المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان تفوق عدد المختطفين الذين في السجون وبالتالي هؤلاء ربما كل واحد يبحث عن معتقل ويحاول أن أن يوثقه بصورة أيا كانت هذه الصورة من أجل أن يصدر تقرير عن المعتقل أو عن الواقع هناك اشكاليه في عدم توحيد الجهود وعدم لملمه الخبرات القانونيه في جهه واحده تعمل بصوره احترافيه ومنهجيه على ان تستوفي الشروط والاسئله والوثائق وكل هذه الاتفاق وهذا الامر أنا كما قلت لك لابد له من هيئه معنيه ومن دوله فعلا هيئه تكون تكون نقيه هذه الهيئه، اهم شيء في هذه الهيئه ان تكون نقيه وان تكون احترافيه وان تكون من المعنيين القادرين بحيث يقوم حتى يمكن الاستعانه بخبراء دوليين في هذا الجانب م. الامر ليس عيبا ان يتحرك القضاء في عمليه التوثيق اضافه الى اللجان الموجوده الى غير ذلك، تكون هذه الملفات جاهزه بامكان اليوم نحول هذه ال يعني الملفات والشهادات الى قصص انسانيه اليوم الذاكره انا دعيت اكثر من مره اليوم الى توثيق هذه الذاكره في كتاب كبير جدا يجمع كل قصص المعتقلين ليقراه الاجيال ويقراه ويصبح جزء من الذاكره اليمنيه التي يجب الا تفتقد هذا الجهد يحتاج الى امكانيات كبيره يحتاج الى ارادات مخلصه اخي الكريم مشكلتنا ليس في الداخل ايضا مشكلتنا في الخارج يعني مشكلتنا في الخارج بقدر ما نخسر في الداخل بقدر ما نخسر في الخارج يعني انت عندما تتصور كيف تتحرك السفارات كيف تدار السفارات كيف ينسجون علاقات السفارات مع السفارات اليمنيه الخارج تقصد الخارج رب المجتمع المدني لا يمكن ان يقدم لك مساعده اذا هذا سفير دوله فقيره، تصور دو... سفير دوله فقيره ويوزع هدايا في اعياد الميلاد مثلا على السفارات وعلى الشخصيات البارزه، انت تصور سفير من انا سفير واطبع كتاب للترويج السياحي بما يقارب 15000 يورو او 15000 دولار ترويج سياحي دولار. الان لليمن؟ الان تصور نعم نعم ترويج سياحي ويعني يعني أن أنت السياحة هل يقصد السياحة في السجون والمعتقلات والمكابر أم ماذا أخي الآن نحن نحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخارجية للسياسة الخارجية تتواكب مع السياسة الداخلية نعم. إن لم يكن ملف حقوق الإنسان والمعتقلين ذو أولوية فإننا أنا أعتقد اليوم أن حسم أي معركة في الداخل هو عنوانه أمر واحد وهو تصحيح وترتيب ملف الحكومه الشرعيه. جبهتنا القانونيه سيد سيد توفيق تخل... جبهتنا القانونيه القضاء كيف تنظر الى الجبهه القانونيه والى دور القضاء النيابه تحديدا في التجاوب مع البلاغات الوارده اليها فيما يخص قضايا الاختطاف واحتجاز الحريه، لا يوجد هناك مدان واحد من هذه الميليشيا حتى الان، لا يوجد هناك طلب يعني احضار أو, او امر احضار بحق اي من المنتهكين بما في ذلك عبد الملك الحوثي يستطيع ان يمر بسلام من كل النقاط لانه لا يوجد يعني اي مانع قانوني امامه أخي اليوم أنا لا يمكن أن أتحدث عن القضاء ولا أتحدث عن النيابة بأن جزء جيد بالنهاية الشخص المريض كل أعضائه مريضة والشخص الميت كل أعضائه ميتة والقضاء هو جزء من هذا من هذا الجسد المتهالك المتناثر هنالك اليوم أخي هنالك سياسة متعمدة تستطيع أن تقول عنوانها تهشيم الكيان اليمني بمعنى أن نبقى كيان مهشم لا هو مات ولا يمكن يتم. ان يتماثل الشفاء ولا لانه اذا 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 مات سيدفن سياتي من يخلفه ليقوم بالامر، ولا هو حي قادر عن الدفاع، هنالك شخص يريدنا ان نهشم بحيث نبقى بين البين في على في داخل غرفه الانعاش، هذه السياسه من اجل تقسيم المصالح الاقتصاديه والماليه، حتى هنالك في الشرعيه من يتمنى اطاله الحرب، لان هنالك اليوم مرال الحرب صعدوا بصوره بصوره لا, لا, تتوقعها، وبالتالي اليوم هذه هذه هي مشكله اليمن اليوم مشكله اليمن الجميع يتامر عليها بما في الداخل انا دائما واكررها مره ثانيه واكررها ايضا على قناتكم انور عشقي عندما صعد على قناه روسيا اليوم في احد الحوارات وتحدث بكل وضوح بان دوله المملكه العربيه السعوديه نعم. وايضا جماعه والإمارة العربيه التحويه ولديه كتاب من عبد الملك الحوثي بانه سيترك وسيعمل مع المملكه مقابل دخول صنعاء، لماذا لم نسمع اجابه واضحه من هذه الدول؟ هذه الدول للاسف نعم. الشديد هنالك آه ربما هذا يقودنا باتجاهات يعني باتجاه الرؤيه السياسيه التي تسببت بكل هذه الكارثه الحقوقيه والانسانيه التي يعيشها اليمنيين، ليس بيدنا في هذا البرنامج سوى التركيز على المسأله الحقوقيه في ظل هذا التخاذل وهذه الرغبه في تهشيم الكرامه والنفسيه والحقوق وال 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 والانسان اليمني عموما، كيف يمكن للضحايا سيد توفيق توثيق خسائرهم وحفظ حقوقهم في التعويض مستقبلا، ويعني نحن نؤمن ان العداله اتية ولا ريب. انا اخي قلت لك اليوم نحن كيان مهشم، اليوم المواطن يبحث عن لقمه العيش. اليوم اصبح المواطن راضي بكل ما حدث له من اجل ان يامن شهر او شهرين يعيشهما بسلام. وضع استثنائي صعب، اليوم ان لم تبادر المنظمات، ان لم تبادر الحكومات المحليه. الموجوده اليوم تحت سيطره الش على سبيل المثال يجب ان يكون هنالك مشروع توثيق البيو... على سبيل المثال من تم تفجير بيوتهم يجب ان تصور البيوت، يجب ان تصور الوثائق، يجب ان يسمع للشهادات، ان لم يكن ذلك هنالك عقال حاره موجودين، هنالك محامين يمكن ان يوثقوا على سبيل المفرق عنهم اليوم المعتقلين، يجب ان يكون هنالك مكتب توثيق على سبيل المثال ما زلت اؤكد على عوده يعني ان تكون هنالك هيئه رسمية ولو ولو, ولو في الحدود الدنيا ولو بمبادره من ولو السلطات في مأرب كل هذا يجمع سواء كان بتفجير بيوت من الحوتي او بطيران التحالف او بقذائف عشوائيه، نعم. اليوم ايضا الجرحى سواء كانوا من الجرحى الجيش او الجرحى بسبب هذه الحرب، الامر يحتاج جهد كبير، اناس هنالك كثير ينظر للعمل الحقوقي بانه عمل آنيو عبارة عن تقارير هنالك مشاريع كبيرة يمكن للناس أن يفكروا فيها لكن أيضا تقف العوائق المادية والدعم أيضا عائق في سبيل تنفيذ مثل هذه المشاريع لكن هذه المشاريع بالدرجة الأساسية هي تتحملها الحكومة تتحملها الدول الوازنة اليوم في التحالف العربي لدعم مثل هذه المشاريع لتنفيذها على أرض الواقع نعم إذا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا من فيينا شكرا جزيلا لكل هذه الايضاحات مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشة او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب المعلم المفرج عنه محمد الحسني تم الرصد في امان الله